صباح النور عليكم. هوضا انا اليوم فاس و بغيت من فقير مصالح غير مول البارح و دابا انا غادي لافاك قريب على 8 خصني نزرب شويه. مشيت لفقير مصالح حبيت فيها واحد السيمانه. كنت هضرت معكم على فيليكس ولكن ما هضرتش مزيان، بغيت نقول لكم بالله فيليكس مغبر كثر من شهر وبقى شهر زعما عرفنا شنو طرا عليه، وحنا دابا تاكدنا بانه ما عمره غادي يرجع. المهم عاجبني الحال نهائيا. المهم هادشي غيبان يبان غريب ولكن هاد الفلوغ هذا ليه و غادي نبرزكم بالفيديوهات ديالو. ولا عنده شي اي حيوان مربي غادي يعرف شحال خيبات ماشي ليك تفقد بحال هكا. هذا هو فيليكس. فيليكس ايو هذا التليفون ديال صاحبي، ولا خدمنا ليه هاد اللعيبه شكون غادي يدير؟ Wait.